السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم نور منذ نور. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم جيت نحضر معكم واحد الشوربة أو الصوبة اللي هي كتجي جديدة بزاف، اللي غادي نعملو فيها الدجاج والكامبا والخضرة. هاد لاصوب انا اول مره دقتها عند خالتي، عجبتني بزاف، سولت على لاغوسيت، عطاتني لاغوسيت، ومن تما ولات عندي متداوله دائما في الايامات العاديه. فتقدر تعمل العشاء، كتجي غزاله بالنسبه للكبار والصغار. ونخالتي كنقول لها ميرسي بوغ لاغوسيت، راها غزاله وكتجي لذيذه بزاف. وما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير. نبداو على بركه الله. هنايا عندي 200 غرام ديال الدجاج، ديال سطر الدجاج اللي قطعته طروفه مربعين. عندي 150 غرام ديال القمرون او ديال الكامبا، هنايا عندي 3 ديال البطاطا هما قطعتهم مربعين، و 3 ديال الخيزوات او الجزر اللي هو قطعته حتى هو مكعبات او مربع. هنايا عندي 250 غرام ديال البروكولي، وهنايا عندي واحد البصيله بلديه اولا كنقولوا لها حنايا في الناس ديال الشمال كنقولوا لها البصله عريسات، اللي هي غادي نستعملها هيدا. خليتها صحيحه باش نوريها لكم شما مبصلاش بالنوع ديال البصله غادي نستعمل، اللي هي كتجي لذيذه بزاف هاد الصوبه. معلقه صغيره ديال الملحه، واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم، واليبزار عندي ربع معلقه صغيره، واللي كيعجبو شويه الشوربه او الصوبه ديالو تجي حاره شويه يقدر يعمل ربع نص معلقه ديال اليبزار. عندي جوج معالق كبار ديال المعدنوس اللي هو غادي نستعمله في الاخر، ونخليكم مع طريقه التحضير. كما كتشوفوا معايا خديت البصيله غادي نقطعها شرائح. هنايا في واحد النجره غادي نعمل جوج معالق ديال زيت الزيتون، انا من عشاق زيت الزيتون، ولكن لا غوسيت كتكون بواحد المعلق ديال الزبده، الاحسن تكون بواحد المعلق ديال الزبده، ولكن انا كتعجبني نستعمل فيها جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. كنوضع ديك البصيله، كنزيد عليها ديك مربعات ديال الدجاج، نزيد عليهم الملحة، كنشحر داكشي داك الدجاج وداك البصلة شوية، وكنضيف عليهم ربع معلقة ديال الإبزار. ثم تقدروا تزيدوا في الإبزار حسب الذوق. دابا كنزيد ديك الخضيره ديالي حتى هي، وكنضيف الماء. بالنسبه للماء ما خصوش يكون بزاف، يعني المقدار ديال 3 ديال الكيسان اللي غادي نضيف، يعني ما غنعمرش بزاف الماء لان ما خصهاش تجي عامره بالماء بزاف. غادي نعمل غير هذا القدر فقط اللي غادي يغطي لي الخضره ديالي، يعني في مستوى الخضره. غادي نضيف معلقه ديال الخرقوم، كما كتعرفوا الخرقوم راه صحي بزاف.
غادي نغطي عليها ونخليها تطيب. الطياب ديال الخضرة ما خصوش يكون بزاف، ما كتشوفوا معايا خصنا نخليو الخضرة واقفة، ما خصهاش يطيح او لا تعجن. وغادي نضيف البروكولي. البروكولي دغيا كيطيب، نغطي عليه. دابا ملي كنتاكد باللي الخضره ديالي طابت كامله، كنضيف القمرون. غادي نتسنى دقيقه وغادي نطفي البوطه صافي، لان الجامبا اولا القمرون كيطيبوا دغيا. ونخليها ونغطيها ونخليها صافي، نطفي عليها نهائيا ونخليها. الجامبا كما كتعرفوا دغيا كطيب، ما احتاجوش نشعلوا عليها. وفي الاخير غادي نضيف المعدنوس وصافي. والشوربة ديالنا ها هي موجودة، ونغطيو عليها ونخليوها. وبالصحة والراحة، كنتمنى انكم تجربوها، راها كتجي لذيذة لذيذة بزاف بزاف، غادي تعجب الصغار والكبار. وراها مفيدة لعشاء خفيف اولا في رمضان، باش تبدلو من الحريرة وباش تبدلو من الشربات الدائمة. هذه واحد الفكرة اللي هي كتجي غزالة وكتجي لذيذة بزاف. وبالصحة والراحة. انا رافقت الصوبة ديالي بالبيتزا، ولكن ماشي بيتزا اي بيتزا، هذه بيتزا عدلت لكم بنيتها ديالي اللي هي لالا نور. نخليها معكم لان بغت توريكم، بغت تصور حتى هي وتوريكم كيفاش كتوجد البيتزا ديالها. وقلت علاش لا ما نتقاسمش معكم هاد بيتزا ديال نور. اذا هنايا عندك نور عملت لكم البصيلة مشحرة، وغادي تضيف على البصيلة التون اللي حيدنا له الزيت. طبعا انا المساعدة ديالها، لان ضروري ما نساعدوهم وضروري ما نخلي وليداتنا يدخلوا الكوزينة معانا يعاونونا. هنا يضفت لكم نور طوماطي فريتو او الصلصة ديال مطيشة، كتخلط الكل مع بعضه. ومن بعد كتبدأ تعمر البيتزا ديالنا مرة. انا بنتي كنخليها تدخل معايا الكوزينة توجد شي حاجة غير خفيفة، ما كنخليهاش يتحادي الحاجة اللي هي سخونة ولا هادي. وهيدا كتعلم شوية بشوية. وننصحكم انكم تدخلوا وليداتكم، انا بنتي عندها 11 عام، عندها 11 عام، تقدروا تخلي وليداتكم يدخلوا معاكم يشوفوا يحادي وحتى هما بيدهم يجربوا كيفاش الحاجة كتصاوب. ونور هنايا بغات تعدن باباها واحد البيتزا، لان باباها كتعجبو بيتزا بلي زونشوا. هي ليلى عملت بيتزا بالاتون بالتون، وباباها قالت لك غادي تعدل له بيتزا بلي زونشوا وغادي تعدل له الشميشه. وها هي بديك الحويتات بديك لي زونشوا كتعدل له الشميشه. ها هي الشميشه ديال نور وجدات، وكتعمل كيسو رياضو، كتعمل جبن المبشور، اي جبن عندكم، جبن ديال البيتزا ولا جبن احمر. ومن بعد كتضيف الزيتون. صافي هنايا في البيتزا الاخرى حتى هي كتزيد كتضيف لها جبن مبشور، وكتضيف حتى هي كتضيف لها الزيتون. باقي
ان شاء الله غادي نتقاسم معكم بزاف ديال لي غوسيت ديال العيال. كاينين دي ساندويتش اللي هي كتعدلهم، غادي ان شاء الله حتى هما غادي نتقاسمهم معكم باش تشجعوا وليداتكم حتى هما يدخلوا الكوزينه، ولكن ضروري يعدلوا الحاجه اللي هي ما كتكونش سخونه والحاجه اللي كتكون سهله باش يتعلموا حتى هما يقيسوا بيدهم ويحسوا على انهم راه كيعجبهم بزاف يدخلوا الكوزينه ويتخطنوا ويحاديوا هنايا وهنايا. هنايا لالا نور زادتكم صحتر اوريغانو او الزعتر. ديال البابا ها حتى هي ها هي كتعملها اوريغانو ما كتنساهاش ضروري. وها البيتزا ديال نور وجدات غادي نعملوها في الفران. وها هي البيتزا اللي وجدات معكم نور، ما تنساوش تكتبوا لها في لي كومونتير كيف جاتكم البيتزا ديالها باش تشجعوها. وشكرا لكم، ان شاء الله كنتمنى يكونوا عجبوكم الوصفات ديال نور وديالي. وما تنساوناش بالاشتراكات وباللايكات ليصلكم كل جديد وتفعلوا الجرس. شكرا لكم. الى اللقاء، باي باي.